المتابعة اليومية سواء كان تعلق الأمر بمخيمات اللاجئين أو الأراضي المحررة تم عبر محطات الإحصاء الصحي، وبالتالي التقييم يكون يومي، وبالتالي المتابعة بالنسبة للأطباء تم من خلال الإحصاء الصحي متابعة يومية وتقييم أسبوعي للوقوف على الحالات، سواء كانت وضعيتها متعلقة بالكورونا أو تحديد أنها لا هي مشبوهة ولا هي تأكيد. منذ البداية أسست لجنة وطنية في وزارة الصحة تتكون من كل المختصين وكل الجهات ذات صلة بالصحة، وكانت الغرض منها هي لجنة وطنية للوقاية من الكورونا، وبعد ذلك تم تأسيس موجب مرسوم رئاسي لآلية وطنية تشرك كل السلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية بما فيها العسكرية والأمنية كلهم للوقاية من أجل الوقاية من الكورونا. بعد ذلك فيها تم إعداد من طرف اللجنة بروتوكول من خلاله تنفذ خطة متكاملة بامتدادها موجود في كل ولاية على حدة، بمعزل عن المستشفيات الوطنية بغض النظر عن المستشفيات، ترد على الاحتياج الوطني بصفة عامة للصحة، كان في يعني موازي جهات للعزل في حالة إيجاد حالات مشتبهة أو مؤكدة، بالإضافة إلى أطقم صحية من الأطباء المختصين وهم اللي شكلوا مجموعة العلمية اللي هي مرجعية. إلى غاية نهاية شهر 6 كان الحمد لله في المخيمات لا توجد أي حالة شبه أو تأكيد من الكورونا. بداية شهر 7 بدينا نلمس بعض الحالات اللي تخلي إما شبه إما الخطوات طبقا للبروتوكول إياك نقيسوا المرحلة الثانية حتى الثالثة، رغم أن كان الجميع يطرح ويوجه، والتحسيس اللي هي يعني نقطة الانطلاقة كانت هو عن ما دام المنطقة المحيطة بنا ماشية في تزايد العدوى اللي تتنقل عبر الوافدين للمخيم اللي جايين من مناطق إما مناطق مبوءة إما حتى العدوى في المرور إلى آخر ذلك، أو هذه ناس تحمل أعراض إلى آخر ذلك، بالتالي بدأ انشغال الأطباء والمختصين خصوصا واللجنة كافة بالتنسيق دائما مع الآلية الوطنية وباستمرار تقييم الوضعية الحالية ومع الجهات المجاورة، سواء يتعلق الأمر بالسلطات الصحية الجزائرية أم ببوابة الجنوب واتجاه الأراضي المحررة من خلال الصحة العسكرية. هذه الحالات طات معها خطوة للإجراء إجراء تيست رابيد، يعني فحوصات عاجلة، وتطبق الإجراءات الاحترازية اللي مطروحة من طرف اللجنة وفي البروتوكول مضمنة في البروتوكول، إياك يتم الخطوات اللي تقدر توقي ولا توني عن أي عدوى في المخيمات، وهذا هو اللي كان فيد الأطباء والأطقم الطبية الموجودة في المخيمات، بالإضافة إلى هذيك الاحتياجات الموصوفة منذ الانطلاقة وتم تلبيتها من طرف الشركاء أو المتعاونين أو دولة الحليف الجزائر جزاها الله خيرا عنه، تم تجاوب كل هذه المراحل وتأسيس بحالة يعني يوجد الخطر كيف ذلك. أي حالة يعني حرجة
تم اتفاق مع الحليف، ولدينا مخيم يعني مستشفى ميداني هون في المخيمات، تم يعني اتفاق على كيفية علاجتها وكيفية إعداد البسائر لكل الحالات المشبوهة أو كانت لها تماس مع حالة مؤكدة. وبالتالي هذه هي المرحلة اللي نتجد فيها إلى حد ساعة. هناك 4 حالات مؤكدة، هناك حالة وفاة، والحمد لله في شفاء حالتين من هذه 4 حالات. والأطباء هم جنود الباطة البيضاء، هم راهم موجودين في الميدان وفي دراسة مستمرة للوضع.